بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر بين سبورت طاب اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطيه. انهارها فضه والمسك تربتها والخز روضتها والدار حصباء. نعم هذه هي الاندلس التي تغنى بها الشعراء. الى ملعب سانشيز رامون بيزخوان إشبيليا يستقبل فريق إسبانيول هنا في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الليغا الإسبانية. الفريق الأندلسي المدرب الإسباني يبدأ بدييغو لوبيز. الماضية لم يحقق أي انتصار منذ 10 سنوات، تتكلم عن آخر فوز لفريق إسبانيول في ملعب بيزخوان يعود إلى عام 2011 عندما فاز بهدفين. محاول يتوغل ولكن العائد مرة أخرى توماس ديلايني على طول الدولي الدنماركي القادرين في مواجهة فياريال. هنا محاولة كرة قوية تتصوب ولكن تعدي. التهديد الأول للفريق الضيف هنا من خلال الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة. ممتازة وصلت باتجاه سوسو يحاول الوصول ولكن كرة بعد ذلك طول وتعدي من أمام سوسو. في تقريبا 4 جولات من النهاية نصير يحاول أوكامبوس ينطلق ويضرب ولكن كرة تتعدي. أوكامبوس الآن يقترب أكثر من مرمى إسبانيول وكرة تعدي إلى خارج الملعب. خيسوس والزيادة العددية والكرة العرضية تأتي. راس توماس يحاول في الجهة اليسرى كرة عرضية تأتي إلى منطقة الجزاء ولكن دييغو لوبيز يلحق قبل خطر هذه الكرة لإشبيليا. نفاس والعرضية والعرض يبدأ فعل المغربي فعل يوسف فعل هنصيري. 1-0 واحد لا شيء لإشبيليا. يا لها من بداية يا لها من بداية. إشبيليا يضرب عند الدقيقة 13 يوسف يسجل يوسف يدون هدف الثالث في هذا الموسم وأولى أهداف الأندلسيين عن طريق نجمنا العربي لاعبنا المغربي يوسف هنصيري. ضربة زاوية كرة عرضية إلى منطقة أوكامبوس يخسرها ثم بعد ذلك تتخلص في وسط الملعب عن طريق كيدي ثم قوية لكن ياسين لكن بونو شالها أبعدها خلصها من مسافة بعيدة. كرة قوية جدا عن طريق من؟ عن طريق سيرجي داردر. مراوغة كوني مريعدي 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 وكرة عرضية ولكنها تبعد من لوبيز. لوبيز يتصدى نافاس في العرضية المرتدة كرة عن طريق الجهة اليسرى. هذا هو بيدروسا في اللقطة الماضية يسقط وبعد ذلك حكم المباراة يشير إلى وجود متحمس نصيري في الهجوم. تشاهد لمسة خطيرة كرة باتجاه أوكامبوس يحاول في منطقة الجزاء ولكن التغطية وكرة جوردان أو هذا سوسو لان جوردان لان جوردان ضربة. قريبة جدا باليمنى جوردان يضرب ولكن كرة تعدي القائم ثم إسبانيول يسجل في غفلة مدافعين في غفلة دي توماس يسجل ولكن حكم المباراة يرفع يده اليسرى. هناك تسلل يا فرحة ما تمت. شوف الكرة من هذا المكان من هذا المكان. هناك هل هناك بارفا في اللقطة الماضية كرة بارفا مقطوعة ثم يسير في الجهة اليسرى كرة عرضية إلى منطقة الجزاء ولكنها تمر وتعدي إلى خارج الملعب. كرة بينية جميلة راسية تتهيأ فرصة وإبعاد وإي تصدي وإي لوبيز في اللقطة الماضية. يا له من تصدي يا لوبيز. لوبيز يمنع الهدف الثاني. ياسين بونو وصلت سالمة تبعد على طول من جانب الدفاع تمر وتعدي إلى خارج أرضية الملعب. لوبيز يتصدى وينقذ.
إسبانيول من جديد، ينقذ إسبانيول مرة أخرى هنا في هذه المواجهة. كرة تعود مرة أخرى في وسط الملعب، لمسة على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. حاول إلى يوسف، إلى نصيري، 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 نصيري. كرة الماضية بسلام على مرمى إسبانيول وإلى خارج، تدخل ممتاز من جانبي كابريرا وكرة تعدي إلى خارج، سالة في يدي دييغو. هذا ضيعته يا سوسو، يا سوسو، هذه الكرة لا تضيع. حد لا شيء لفريق إشبيلية. شوط المباراة الأول بتقدم الأمام، كرة تتخلص من جانب الدفاع ودييغو في لمسة ممتازة، نفاذ بالرأس إلى سوسو، ولكن التسلل مرة أخرى. جاب، شوف أنصيري من بين الأقدام بالكعب، جميلة رائعة من جانبي المغربي. في الجهة اليسرى كرة عرضية موجودة، لكن تحاول في منطقة الجزاء ديامانتا، ولكن علي إسبانيول كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، فرصة ولكنها تبعد. كابريرا كاد أن يسجل، كاد أنصيري يدافع، أنصيري يتصدى، وكرة لوبوتيكي في الدقائق القادمة هنا من أحداث شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة بين ثم لمسة ممتازة إلى توماس ديلايني، كرة عرضية ولكنها تصطدم وتعدي، كرة إلى ضربة إلى لاميلا، 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 لاميلا حطها في مواجهة نافاس بيدروزا، والكرة العرضية، وبعد ذلك يحاول في الجهة اليمنى، كرة عرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء بعيدة على إلى أجواء هذه المواجهة قوية. كرة الظهير يظهر لنا في الهجوم، كرة عرضية لمنطقة الجزاء، طريق راول في الجهة اليسرى، عرضية تأتي والتعادل، حف عن المرور، كرة عرضية منقولة. نصيري تعرض للإصابة، يعاني من شد. ليخاندرو، هل يكون البديل القادم أو رافامير؟ رافامير الذي طبعا دشن بداية مع فريق إشبيلية.